بعد 4 حفلات مذهلة وبحضور أكثر من 8000 شخص. MBC تقدم بالتعاون مع RMC الحفل الأخير في مصر للعرض الأنجح في العالم العربي، صوت السينما، النجم الكبير مدحت صالح. رح تاخدي ولا كان ولي ده العشق لو القلب طالع، مع الفنانة ريهام عبد الحكيم. سعيد جداً جداً بلو يشوفه، وإلى الأمام يا مصر. سهرة من العمر بقيادة المايسترو ناير ناجي. البروج 30 سبتمبر. التذاكر متوفرة لدى ticketsmarche.com.